بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في سفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب، لا تخلطوه مع أحسنت مع أبي الزبير المكي، وهو محمد بن مسلم بن تدرس. متى مات ابن شهاب؟ سنة 24 و100. أنه سأل سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان القرشي العدوي العمري، أحد أئمة الإسلام وأحد المشاهير الأعلام وأحد البحور، كان يشبه بعمر بن الخطاب. قال سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر أشبه ولدي عمر بعمر، وكان سالم بن عبد الله أشبه ولدي عبد الله بعبد الله. وقال سعيد بن المسيب: قال لي ابن عمر: هل تدري بما سميته سالما؟ قال: قلت لا. قال: بسالم مولى أبي حذيفة، وكانت الناس تحب أن تسمي أبناءها بأسماء الصالحين عسى أن يكونوا أمثالهم في الصلاح. وكان عبد الله بن عمر يحب سالما محبة عظيمة، كان يقول له: أحبك حبين، حب الإسلام وحب القرابة. ولفرط محبته له كانت الناس تلومه في هذه المحبة المبالغ فيها، فكان يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. سالم هو هاد الجليدة هنا، هذه هي. وقال مالك رحمه الله: لم يكن في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في القصد والزهد والعيش من سالم بن عبد الله. ومن قصده ما ذكره أصحاب التواريخ، أن الحجاج يوما دفع إليه رجلا ليقتله، فلما قام هذا المتهم بين يدي سالم، قال له سالم: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: أصليت الصبح؟ قال: نعم. فطرح السيف من يده ورده إلى الحجاج وقال له: إنه ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وفي رواية من رواية هذا الحديث: فلا يطلبكم الله بشيء في ذمته. فقال الحجاج لسالم بن عبد الله: إنا لسنا نقتله على الصلاة، ولكن نقتله لأنه ممن أعان على قتل عثمان بن عفان. فقال له سالم: ها هنا من هو أولى بعثمان مني. فدفع عن نفسه، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: مكيس مكيس، يعني عاقل. وكان سالم بن عبد الله يرد على أمراء بني أمية، فورد يوما على الوليد بن عبد الملك، فرأى الوليد منه صحة وعافية، فقال له: ما أحسن جسمك، أي شيء تأكل؟ فقال سالم: الكعك والزيت. فقال عبد الملك، هذا الوليد بن عبد الملك، متعجبا: وتشتهيه؟ فقال: إذا لم أشتهيه تركته حتى أشتهيه. ودخل مرة على سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان يحبه حبا عظيما، فما زال يدنيه ويقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره، ومجلس الخليفة غاص بالناس، وسالم في ذلك الوقت يلبس ثيابا غليظة رثة. فقال رجل في آخر المجلس لعمر بن عبد العزيز، وكان حاضرا، وأنتم تعلمون أن
سالما هذا من قرابة عمر من جهة أمه. فقال ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل يلبس لباسا سرية فاخرة، فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز: أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ثياب خالي تلك وضعته في موضعك هذا، وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى موضع خالي ذاك. فسكت. قال الحافظ ابن عساكر لما ذكر هذه القصة، قال: لقد أحسن عمر في الجواب، ولقد أجاد في الذب عن خاله. ثم ذكر بيتا في هذا المعنى، قال: ولقد أحسن من قال: قد يبلغ الشرف الفتى وإزاره خلق قديم، وجيب قميصه مرقوع. وقال: ولقد، وفي مثل هذا المعنى أنشد ابن دريد لرجل من الأعراب يقول: يغايضنا بقمصان لهم جدد كأننا لا نرى في السوق قمصانا، ليس القميص وإن جددت خرقته بجاعل رجلا إلا كما كان. ولعل هذا في زمنهم القضية الآن تبدلت. ودخل مرة هشام بن عبد الملك بيت الله الحرام، فلقي سالما في المطاف، فقال له سالم، قال: نعم. قال: سلني حاجة. الناس الأمراء الخلفاء كانوا يحتفون ويحتفلون بالعلماء، فلما رآه أحب أن يكرمه، فقال له: سلني حاجة. فقال له سالم: يا أمير المؤمنين، إنني أستحي من الله أن أسأل غيره وأنا في بيته. فسكت الخليفة. فلما قضى سالم طوافه وخرج من المسجد، تبعه هشام بن عبد الملك، فقال: ها أنت الآن خرجت، فسلني. فقال: أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ قال: يا سالم، ليس لي من حوائج الآخرة شيء، سلني من حاجة الدنيا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت لا أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وقال له مرة عمر بن عبد العزيز: اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب. فكتب إليه يقول: يا عمر، اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم بها، وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وساروا في الأرض تحت آكامها، لو كانوا جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم. وجاء مرة هشام بن عبد الملك المدينة، فزاره سالم بن عبد الله، فرأى منه سحنة جميلة حسنة، فقال له: ما طعامك؟ فقال: الخبز والزيت. فقال: فإذا لم تشتهي؟ قال: خمرته حتى أشتهيه. فمرض سالم عينه، فمرض سالم مرضه الذي مات فيه. فشهد هشام، هذا الخليفة شهد جنازة سالم، أجفل أهل المدينة جميعا إلى جنازة سالم، ما تأخر أحد من أهل المدينة عن جنازته. فرأى هشام بن عبد الملك أهل المدينة فوجدهم عددا كثيرا، فأمرهم بالخروج إلى الغزو، إلى الجهاد، فكتب الخروج على 4000 رجل، فلم يرجع منهم أحد، استشهدوا جميعا. فتشاءم أهل المدينة بهشام بن عبد الملك، قالوا: عانى فقيهنا وعانى أهل بلدنا. ومات سالم رحمه الله سنة 500، وقيل سنة 600. من الطرائف التي ترتبط بترجمة سالم بن عبد الله، الطرائف مع أشعب بن جبير، هذا الملقب بأشعب الطماع. هذا كان سالم يستحليه ويستعذب قربه، فكان يذهبه معه ويخرجه معه في خرجاته، فكانت تكون له معه طرائف. من جملتها ما ذكره أشعب هذا، قال: كان عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان يستخفني فيدعوني وينفعني، فكنت ألهيه وأحدثه. فمرض هذا عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، مرض، وكان أشعب غائبا، فأرسل إليه عبد الله بن عمرو، هذا بعث إليه فلم يجده في بيته. فلما رجع
بعد أيام قالت له زوجته: ويحك، أين كنت؟ عبد الله بن عمرو مريض فأرسل إليك يدعوك، وهذا المريض قالت فهو يقلق بالنهار ويسهر بالليل، محتاجك النهار والليل، فبعث إليك فلم يجدك وهو ينفعك. فقال: بالله؟ قالت: نعم. قال: ففكرت قليلا ثم قلت لها: هاتي لي قارورة دهن خلق، دهن قديم، وجهزي ثياب الحمام. ففعلت، فأخذ الدهن والثياب ثم خرج يريد الحمام. في طريقه إلى الحمام مر ببيت سالم بن عبد الله، فإذا سالم بن عبد الله على باب داره، فلما رأى أشعب قال له: يا أشعب، هل لك في هريسة أهديت إلي؟ قال: نعم. فدخل فأتاه بصفحة هريسة كبيرة، قال: فجعلت آكل حتى شبعت، ثم جعلت أكره نفسي عليها. فقال له سالم: ويحك يا أشعب، لا تقتل نفسك، إذا فضل عنك شيء بعثنا به إلى بيتك. فقال: تفعل؟ قال: نعم. فبعث بها إلى بيته، فخرج هو وذهب إلى الحمام. لما دخل الحمام طال نفسه بذلك الدهن، ثم خرج ولونه أصفر بذلك الدهن الخلق. قال: فلبست أطمارا لي ثيابا بالية، وعصبت رأسي بعصابة، وأخذت عصا وذهبت إلى بيت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. فلقيني حاجبه بالباب، فقال: ويحك يا أشعب، طلبناك وغضبنا عليك، وأنت قد بلغت من العلة ما أرى، شوف اصفر. فقال: أدخلني على سيدي أخبره. فأدخله فإذا بسالم بن عبد الله في المجلس. فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، قال: ويحك يا أشعب، طلبناك وغضبنا عليك، وقد بلغت من العلة ما أرى، فما أمرك؟ قال: فتضاعفت وقلت له: كنت في بعض خرجاتي فأصابني قيء وبطن، فما حملت إلى بيتي إلا جنازة، فبلغتني علتك فجئت أدب إليك. فقال سالم بن عبد الله: ويحك يا أشعب، ألم تكن عندي آنفا؟ فقال أشعب: جعلني الله في ذاك، وأين أكون عندك وأنا أموت؟ قال: فجعل سالم يحك عينيه ويقول: ويحك، ألم تأكل عندي الهريسة؟ فيقول أشعب: جعلني الله في ذاك، وأي أكل وأنا أموت من العلة؟ فقال سالم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إني لأرى الشيطان يتمثل في صورتك وما أرى مجالستك تحيل. فخرج. قال: ففطن عبد الله بن عمرو، فطن وقال: ويحك يا أشعب، تخدع خالي؟ أخبرني. فقال: بالأمان. قال: بالأمان. فحدثه فاستلقى ضحكا. ومن الطرائف التي حصلت له أنه مر هذا أشعب لقيه غلمان المدينة فعبثوا به، فأراد أن يصرفهم عنه، فقال لهم: هذا سالم بن عبد الله يوزع الجوز والتمر. فانصرف إليه الغلمان، فلبث برهة ثم تبعهم وقال: لا ما أدري، لعله حق. ويذكرون أن سالما مرة خرج في نزهة إلى بستان له في ناحية المدينة، ومعه بناته وحرمه، فبلغ ذلك أشعب الطماع فتبعه. فلما بلغ البستان وجد الباب موصدا، فتسور الحائط، فلما رآه سالم بن عبد الله قال: ويحك يا أشعب، بناتي وحرمي. فقال أشعب: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد. فبعث إليه بأكل وحمل معه شأن إلى منزله. نعم. عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ سأل ابن عمر: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ السؤال وفي الحقيقة ليس عن مطلق الجمع، لأن هذا شيء لا خلاف فيه أنه يجوز الجمع في السفر،
لكن السؤال عن جمع التقديم كما سيظهر من الجواب الذي يجيبه ابن عمر. فسأله عن الجمع والمراد جمع التقديم. لماذا جمع التقديم؟ لأن جمع التقديم اختلف فيه العلماء، فمن مجيز ومن مانع. نعم. أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ وكيف يصلي الناس بعرفة؟ ما الذي يدركه الناس من الفرائض بعرفة؟ الظهر والعصر. ومتى يصلي الناس الظهر والعصر بعرفة؟ يصلونهما جمع تقديم. فلذلك قلت لكم إن السؤال عن جمع التقديم، لأن الجواب إنما هو عن صلاة الناس في عرفة، وصلاة الناس بعرفة إنما هي بجمع التقديم. وقاله إنه لا كراهة في ذلك، لأن سالما قاس المختلف فيه وهو جمع التقديم في السفر على المتفق عليه وهو جمع الناس تقديما بعرفة. ولماذا يجمع الناس بعرفة؟ لأنهم سينطلقون إلى الدعاء، فذلك أرفق لهم وأفرغ لهم لما يريدون. فكذلك المسافر يجمع جمع تقديم وجمع تأخير إن شاء، لأن ذلك أرفق به. نعم. وهذا المذهب على كل حال، المذهب أن الإنسان المسافر إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أزمع المسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أزمع المسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء. وهذا أيضا لا خلاف فيه، وإن رواه مالك بلاغا فإنه يشهد له حديث معاذ في غزوة تبوك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. هذا الإسناد فيه علتان، العلة الأولى رجل مبهم، راوي مبهم، والعلة الثانية أن فيه أن راويا سقط بين ابن شهاب وهذا الرجل الذي هو المبهم، والعلتان معا من الإمام مالك رحمه الله. ولذلك قال ابن عبد البر لم يقم مالك هذا الإسناد، لأنه لم يسميه الرجل المبهم، ولأنه أسقط رجلا من السنة. لماذا قال ابن عبد البر إن مالكا هو الذي لم يقمه ولم يعصب ذلك بابن شهاب أو بغيره؟ لأنه رواه كثير من الثقات الأثبات الأئمة عن ابن شهاب على خلاف ما رواه مالك، رووه فسموا المبهم وأبرزوا الذي أسقطه مالك في هذا الإسناد، ولذلك قالوا إن مالكا هو الذي لم يقم الإسناد. والذي سقط هذا الحديث لا يرويه ابن شهاب عن الرجل المبهم كما في إسناد الموطأ، إنما يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهذا هذا الراوي معروف مخزومي مدني صدوق، وهذا هو الذي يرويه عن المبهم، والمبهم أيضا سماه غير مالك ممن روى عن ابن شهاب، وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. ومثل ما قال ابن عبد البر قال القاضي عياض، القاضي عياض وافق ابن عبد البر فقد نقل كلامه في أن مالكا هو الذي لم يقم الإسناد،
وسلمه، لم يعقب عليه بشيء. وقبلهما ذكر ذلك الدارقطني فإنه قال في علله لم يقم مالك هذا الإسناد، ولكنه حديث صحيح مشهور ثابت من رواية غير مالك عن ابن شهاب بالإسناد الذي ذكرت لكم. نعم. عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. وهذا الرجل قلنا هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي التابعي المشهور الثقة، ذكره بعضهم في الصحابة، والحق أنه من التابعين وليس بصحابي. قال الحافظ ابن حجر: ليس له صحبة ولا رؤية، وإنما الصحبة لجده خالد بن أسيد، هذا الذي هو صحابي. وأبوه عبد الله بن خالد، هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله صغير، فإذا في جميع الأحوال ليس للراوي هذا ليس له صحبة. ومات سنة 85 أو 86 في طاعون الفتيات. طاعون الفتيات، قالوا هذا الطاعون لماذا سمي، لماذا لقب بطاعون الفتيات؟ لأنه كان يحصد الفتيات أولا، تخيل غير العيالات، ثم بعد ذلك لحقهم الرجال فلقب بطاعون الفتيات. نعم. عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. عن رجل من آل خالد بن أسيد، آل الرجل هم لا ليس رجل، هنا مشكلة درتي من انتظر. آل الرجل يقول آل الرجل أهله، ياك هذا فيه خلاف طويل. آل الرجل هم من يؤولون إليه، من يرجعون إليه في قرابة أو في دين أو في مذهب. واختلفوا في أصل هذه الكلمة، اختلفوا في أصل آل، وهذا الخلاف أشار إليه الشاطبي رحمه الله أبو القاسم بقوله: فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. أصل آل اختلف الناس فيه على مذهبين، المذهب الأول مذهب سيبويه ومن تبعه، والمذهب الثاني مذهب الكسائي ومن تبعه. سيبويه ومن تبعه يقولون آل أصلها أهل، لكن كيف صارت أهل آلا؟ كيف؟ ما الذي وقع؟ قالوا أبدلت الهاء في أهل، أبدلت همزة فصارت الكلمة أهل، صارت الكلمة أهل بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة ولا أهل. اعلموا معاشر الطلبة أن هذا الصوت لا يوجد في لغة العرب، هذه أصوات لا توجد في لغة العرب. ما الذي يقع إذا وقعت همزة ساكنة بعد همزة متحركة؟ فإن الهمزة الثانية الساكنة دائما تبدل، لكن ما تبدل ماذا؟ تبدل حرف مد. طيب حرف المد ثلاثة، ألف والواو والياء، طيب ماذا نبدلها؟ نبدلها ألفا أم واوا أم ياء؟ بحسب حركة الهمزة الأولى، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة نبدلها ألفا فتصير إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة نبدلها واوا فتصير وإذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تصير إي، فآل صارت آل. هذا مذهب سيبويه ومن تبعه من الأكابر. أصل قال آل أصلها أهل، فأبدلوا الهمزة فأبدلوا الهاء همزة فصارت أهل، فاجتمعت في كلمة همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة، فوجب قلب الهمزة الساكنة ألفا فصارت أهل. ما الدليل الذي استدل به سيبويه على هذا؟ قال لأن وجدنا العرب لما صغرت آل صغرتها على أهيل، وأنتم تعلمون أن التصغير والجمع يرد الحروف إلى أصولها، فلما صغرت آلا على أهيل علمنا أن آل أصلها أهل. واضح كلام؟ طيب هذا المذهب الذي هو مذهب سيبويه
بن أبي شامة لم يتفق معه. ثم قال هذا وإن اعتمد عليه جماعة، ورأس هذه الجماعة هو سيبويه لكنه ما سماه، قال هذا وإن اعتمد عليه جماعة فإنه مجرد دعوى، يعني لا دليل عليها، وحكمة العرب تأباها. كيف هذا؟ قال إن يعني دعوى، لأنه قال هو ما عليها دليل، لأنه الدليل سيطعن فيه فيما بعد. لكن لماذا قال حكمة العرب تأباها؟ قال لأن أنتم تقولون أهل أصلها أهل، ثم صيرنا الهاء همزة. قال كيف هذا؟ العرب كيف تفعل العرب هذا؟ العرب لا يمكن أن تفعل هذا، العرب لا يمكن أن تأتي إلى حرف خفيف وهو الهاء فتبدله بحرف ثقيل الذي هو الهمزة. الهاء حرف خفيف لا خلاف بينهم في هذا، والهمزة حرف ثقيل. هل العرب تفر من الثقيل إلى الخفيف أو من الخفيف إلى الثقيل؟ ماذا تفعل العرب؟ فكيف تزعمون أنها أتت إلى الهاء وهو حرف خفيف فأزالته وجعلت موضعه همزة وهو حرف ثقيل؟ وإنما العرب تفر من الهمزة. أنا أفسر لكم كلام ابن أبي شامة، العرب تفر من الهمزة، نعم قليل من العرب من يحقق الهمزة، وكثير منهم يفر منها، يفر منها إما بحذفها أو بتسهيلها أو بإبدالها. مثلا قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، الهمزة الأولى هذه لا كلام معها لأنها همزة الاستفهام ولا؟ لكن الهمزة الثانية الهمزة في رأيت، هذه من العرب من يفر منها فيقول فيحذفها فيقول أريت، وقرئ به في السبع أريت الذي يكذب بالدين. ومن العرب من يفر منها فيسهلها فيقول أرأيت، وقرئ بها أيضا في السبع. ومن العرب من يبدلها فيقول أرأيت، وورش يقرأ بهما بالتسهيل والإبدال. فالناس العرب تفر من الهمزة أم تفر إليها؟ ها تفر منها. فكيف تزعمون أنها جاءت إلى أهل وفعلها فصيرتها همزة، وإنما الهمزة يفرون منها ولا يفرون إليها. ثم يزيد ابن أبي شامة قائلا يقول ومع ذلك لما صيروها همزة، لما أعلوا الكلمة فأبدلوا من الهمزة من الهاء همزة، أبدلوها في موضع لا تثبت فيه. هل لما صيروا أهل صيروها آل، صيروها آل أتركوا الهمزة الساكنة؟ لا، هم أبدلوا من الهمزة من الهاء همزة ثم لم يثبتوا الهمزة وإنما أبدلوها ألفا، فما جدوى هذا الإبدال الأول؟ مفهوم؟ قال إذن فلا داعي لهذا التكرار من الإعلال بلا دليل. وكلام ابن أبي شامة كلام قوي جدا، لكن مع ذلك الأول كلام سيبويه، ولذلك انتصر لسيبويه كثير من الأكابر، انتصر له ابن أجروم، انتصر له السمين الحلبي، انتصر له يعني طائفة من الفحول. وردوا على ابن أبي شامة ماذا قالوا؟ قالوا يا ابن أبي شامة إن العرب لما صغرت آل على أهيل دل هذا على أصالة الهاء، فينبغي أن ينقطع الكلام هنا لأن هذا يكون كالاجتهاد في مقابلة النص. العرب تصغر آل على أهيل فجأة تكلمت. قالوا ثم إنك لما تقول إن العرب تفر من الهمزة والهمزة حرف ثقيل والهاء حرف خفيف، هذا كلام صحيح صدق ولكنه ليس بمضطرد، ومثلوا له بمثال. مثلا قالوا ماء، ماء ياك ماء الهمزة فيه ليست أصلية إنما هي همزة منقلبة عن هاء، أصل الكلمة ما أصل ماء، ما لا أصلها ما واهون. كيف عرفنا هذا؟ الجمع، كيف تجمعون ماء؟ ولكن الجمع الآخر نية ما بنت الواو، بنت الهائية لكن لم تظهر الواو، أمواه
يجمع على مياه ويجمع على أمواه، فظهرت الواو وظهرت الهاء. وكيف تصغرون ماء مويه؟ إذن ماوه، أصل كلمة ماوه صرف راه شي بس ما كاين، شي بس ما كاين. أصل كلمة ماوه، الواو عندما تتحرك، هذه قاعدة اذكرها، الواو هنا تحركت، ماوه عندما تتحرك الواو ويكون ما قبلها مفتوحا يجب قلب الواو ألفا، فصارت ماه. ثم أبدلت الهاء وهي حرف خفيف، أبدلت همزة والهمزة حرف ثقيل، فقالوا ماء. ها هي هذه نظيرة نظيرة هذه. هذا مذهب السيبويه وان تبعه. مذهب الكسائي يقول أصل آل أصلها أوال. ماذا وقع؟ أخصكم جو. أحسنت، تحركت الواو في أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، فقيل آل أصلها أول، الواو محركة مفتوحة وما قبلها فتحة. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها يجب أن تحول، أن تقلب الواو ألفا فيصير الكلمة آل، فيكون اشتقاق، يكون أصل المادة مادة آل من آل إليه إذا رجع إليه. وآل الرجل هم من يرجعون إليه في قرابة أو في مذهب أو في دين. واستدل الكسائي على هذا بأنه سمع من العرب من يصغر آلا على أويل، فهذا فيه الرد على استدلال سيبويه. فلما صغرها على أويل وتصغير يرد الحروف إلى أصولها، قلنا إن أصل آل أول. ومما استدلوا به أيضا على مذهب الكسائي أنهم قالوا لا يتصور أن يكون أصل آل أهلا، هذا لا يتصور. لماذا؟ للفرق بين آل وأهل من جهة المعنى. أولا أهل، كلمة أهل تضاف للمعظم ولغير المعظم، وتضاف للعاقل ولغير العاقل. تقول مثلا أهل الله، تقول أهل البيت فتضيفه إلى المعظم، وتقول أهل الخراز وأهل الخياط وأهل الدباغ فتضيفه إلى غير المعظم، وتضيفه إلى العاقل فتقول أهل سعيد، أهل سعيد وأهل بكر وأهل زيد، وتضيفه إلى غير العاقل فتقول أهل الرباط وأهل مكة وأهل المدينة. أما آل فهذه لا تضاف إلا إلى المعظم فقط، لا تقبل إضافة إلى غير المعظم ولا تقبل إضافة إلى غير العاقل. قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يا أبا موسى إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبرهة الأشرم يقصد مكة بالفيل ليهدم البيت ورأى أنهم لا قبل لهم به ولا برده، أما ذهب إلى البيت وأمسك بحلق الباب وشرع ينادي ربه فيقول اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فأضافه إلى المعظم لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وكعبتنا فشيء ما بدالك، فقال آلك. لكن قد تورد علي شيئا، قد تقول لي إنك تزعم أن آلا لا يضاف إلا إلى المعظم، والله تعالى يقول في كتابه وإذ نجيناكم من آل فرعون. والجواب عن هذا لا ماشي إشكال، الجواب عن هذا أنه معظم كان، أن فرعون كان معظما في قومه وكان يتزيى بزي العظماء فخوطب على هذا على المعهود في دنياه، وإن كان في الآخرة حقيرا مهنا. وكذلك في قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه، أضاف الآل إلى الصليب. لماذا؟ لأن أهل الصليب يعظمون صليبهم في الدنيا وإن كانت تنكس رايته في الآخرة. وقالوا مما يبعد أيضا أن يكون أصل آل أهلا افتراقهم في المعنى، فإن آل من يعود إلى الرجل في قرابة
أو في دين أو في مذهب. أما الأهل فتطلق على القرابة خاصة. قال ربنا سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال ربنا سبحانه وإذ قال موسى لأهله امكثوا. قال ربنا سبحانه إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب. كل ذلك القرابة. وقال ربنا سبحانه ولما جاء آل لوط المرسلون. وقال ربنا سبحانه ولقد جاء آل فرعون النذر. وليس ذلك القرابة. نعم. على كل حال المذهبان محتملان. النفس أميل لمذهب الكسائي لهذه الأدلة التي ذكروا في مذهبه، لكن معارضة سيبويه هذا شيء عسير. مذهبان محتملان والله أعلم بالصواب. نعم. عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. وخالد بن أسيد هذا هو خالد بن أسيد، وقد تجدون ابن أسيد ولكن الفصيحة هو الفتح، بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي أسلم في فتح مكة ومكث بمكة إلى أن مات بها، وكان من المؤلفة قلوبهم. نعم. عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. صلاة يجدون صلاة الحضر وش وصلاة الخوف، يجدون صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، لكنهم لا يجدون صلاة السفر. وهذا حق، فإن صلاة السفر للآمن في القرآن غير موجودة، وإنما الموجود في القرآن هو صلاة السفر للخائف. صلاة السفر في القرآن مشروطة بشرطين: الضرب في الأرض مسافرا والخوف من الذين كفروا. قال ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فذكر شرطين: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض، الشرط الأول أن تكونوا مسافرين، الشرط الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهو يسأل عن صلاة المسافر الآمن، فهذه ليست موجودة في القرآن. فأجاب ابن عمر بأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في حجته وفي عمره في أسفاره وهو آمن، فكان هذا زيادة بيان على ما في القرآن، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دل على أن ذلك الشرط الذي في القرآن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا يعتبر مفهومه، يعني إن لم تخافوا لا تقصروا، لا، وإنما هذا الشرط بيان لواقع الناس زمن نزول الآية، فإنهم كانوا إذا ضربوا في الأرض خافوا، ولا يعني هذا أن من لم يخف لم يقصر. ومما يدل على مشروعية القصر في السفر الآمن ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ونحن آمنون لا نخاف شيء لا نخاف شيئا، فصلى ركعتين. وهذا موضع إجماع بين العلماء. نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الجواب من ابن عمر رضي الله عنهما إن الله بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، لا نعلم شيئا من الشرائع ولا نعلم شيئا من صفاتها ولا من هيئاتها، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل لأنه الذي بعث إلينا من ربنا. هذا الجواب منه يدل على أن القرآن مصدر التشريع،
ولكن يدل على أنه ليس المصدر الوحيد للتشريع، وأن السنة مصدر أيضا، وأن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين متبع كما شرعه رب العالمين سبحانه. وهذه مسألة لم يختلف فيها أحد من المسلمين. روى الإمام أحمد وأبو داود عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه. يعني عليكم بالقرآن وليس عليكم بشيء آخر، ليس عليكم بما سوى القرآن. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا شيء دل عليه القرآن نفسه. قال ربنا سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه. لا ألفين أحدكم يقول مثل هذا وتكون حاله هذه الحال. وهذا شيء لم يختلف فيه أحد من طوائف المسلمين إلا طوائف من أهل البدع، وكان ظهورهم في أواخر القرن التاسع عشر في الهند، وسموا أنفسهم القرآنيون، يعني قوم محصورون في القرآن، يزعمون أنهم يتشرعون من القرآن فقط، وأنهم لا يبانون بالة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أحد من علماء المسلمين على أن هؤلاء طائفة من طوائف المبتدعة، وسيكون آخر أمرهم أن يكون منهم رجل يدعي النبوة ويتبعه أمم من الناس. ولا شك أن هذا كما يقول عندنا أهل البادية، أتوا شابا فقالوا له: إن أباك قد سقط من فوق الدابة، فقال لهم: قد خرج من بيته مائلا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.